اقول لك يما ترى انا ثلاجه لازم تخلي بيا مي واكل، مو تجيب علاجات وادويه الوالده. ايش قال لك علي صيدليه البركه انا؟ وكل ساعه فاتح الثلاجه صافن بيها، ايش عندكم انتم؟ هي طماطم قطنه وشوربه خربانه وصمون بايت. وهسه شيني هالايام عفتوني ورحتوا لهاي المجمده كشش هيك ساره وسمينه كانها، لا والله كانها هي اصلا التنمر، بس يخلون بيها سمك ودجاج عايفين بطرق الثلج بالفريز ما يشيلوا. وبطلوا هذن السوالف مالتكم، يخلون مغناطيس على شكل تفاحه ويخلوه على الباب مالتي، عود اطلع مرتبه. انا مرتبه من قاعي، انا ثلاجه يا عمري، ست الثلاجات الحلوين. يا عيني انت قاعده وانا اغسل لك هدوم رجلك الخايسه، شلون تكظن الملابس وتشمرهن بيا بدون احترام؟ وشغلني واظل افتر يجيني صداع، ما تشوفين شلون اشتغلت 3 ثواني واسكت حتى اخذ نفس عمي. التسجيل التسعينات مدللات وعلي، روح اسال امك شلون كانت تغسل هدوم، او عوفوا امك حايره بالواتساب تكلم الحبايب. على العموم انا موجوده بكل وقت اغسل لك هدوم، بس باوعي ترى انا انظف منك، ما جاي اذلك بس هذا توضيح. يلا باي باي مجودي، سلمي لي على بوجودي. دهر صاب وشواريبه كتلتني يما دوم يحكي يا معود اخ صايد. ايه هو شكالك التاكني؟ عندي رساله للناس. يحكي لي همومي. ساعه مسوين لحم خنزير، ساعه مسوين عظام حيوانات، استهدوا الرحمن يا معودين، ترى والله عجينه حالي حال المعكرونه. وعندي رساله لهذا الكيكي، يا اخي انت مو قد الفلفل البيه، ليش تاكني؟ يلا يا معود جعت. كافي لا تكسروني، ترى والله انطبخ على شكلي ونوكل بالشطال مو بالخاشوقه. ايش مالك ماكل شوربه؟ اقول لك قبل لا تخليني بالمي الحار لا تاكلني هيك. دهر صابك دهر صابك. اوقف يا معود. خيارها يحكي يا خان، خيارها محترمه ولو بيد تحجب، بس انتم تخلون الواحد يطلع من قشره. يطلع من دينه. لا انا اطلع من قشري. سويت الثاني الثرموني وتخلوني باللبن وتشربون عرق. اتقوا الله يا معودين، لو عمتك الوسخه صايره براس ستايلش تقطعني وتخليني على عيونها ووجهها. يلا رداكلك يا معود، من تريد تاكلني اكل راسي ويا جسمي، ليش الذب؟ ماشي ماشي يلا كلنا ارد اشوف اختي بمعدتها. براسي وتاكل جسمي. ماشي ماشي يلا كلنا ارد اشوف اختي بمعدتك. ماشي لك اكل راسي. يا سايبة يا سايبة بيش الكروة، يا سايبة ما تخلينا صعديك، ليش طبك مرض يا قايبة؟ انا هواي ناس ظالمين ويقولون علي رخيصة، انا عايش عوائل، هسه يجي السايق مالتي يغلط علي وعشرك مالتي. يا اخي من جبرك تاخذني؟ احد قال لك طلع هالمسكينة من المعرض؟ خليني هناك بوعدك سارات واللقزز. انت ما شايف لي صعدوني حج عمره 60 سنة يمشي 20 ومقلص، وكل ساعة انا على ابو صنعك. وشاب عالق يلاقون لو بيهم زود وكاتب لي ورا لا هدانا الله ونسيتك، ولا هداك الله واجيت. هسه تقول شلون سايبة ايراني تحكي عراقي؟ طبعا من السواق مالتي السايق مالتي بسم الله الرحمن الرحيم بعدنا ما بادين، ويطب باليسه وبالبرلمان وبالتسريحة ما شعر وبالبناطير، شو تريد من الله؟ يما النعال يحكي. كلب انا صرعت حتى تمشي علي، موتك كلبي يا صراصير. يا اخي بكيفي انام على بطني على ظهري، ليش تصير مؤمن براسي وتقلبني؟ وهاي امك، هاي ام الجبه تقول له قلبي وجهه على السماء سخونه، لو من تفوت بيا للبيت امك تقول لك طلعه نعالك كله وصخ. ليش ما عندنا حقوق نعالات؟ قابلان نعال؟ يعني اقصد نعال وصخ. وظلت بالصهارهم لك هات عروزي؟ لك بابا اسمع عطروزي، وصراحة عوفني لين حد الآن ما أعرف أنا ليش انخلقت، شون زرعت وحرت بنفسي، لا أنا خيارة لا أنا شجر لا انطبخ لا أتخلى بالزلاطة، بس شي واحد يذكروني بي الناس. شنو بحال الطويل كان عطروزي مرم؟ لك بابا أنا طعروزي عطروزي. تفشل بس العباس علي كافي. هلو جايز أنا نوتيلا، بس ودي أوضح كم شغلة. تراني كاكاو عادي، يعني ليش رابطنا بالكياتة ولا طافة؟ بس مجرد طعم طيب وسعر غالي. بس أدري بروحي أني غالية. مغرورة. لك كاني ناس تشتريني حتى تلبخ وجهها، مثل أحمد الخفاجي شلون يخلي نوتيلا على وجهه؟ تخيل من اسمي شوكليت لحد ما طيح بحرق واحد يسميني كاكاو، كاكاو المعربن. شين هاي؟ شو صوتي صار هيجي؟ خفانا هاي العصارة مال كاكاو من دكان معبير.
اقول لك يلا خليني بالثلاجة ترى وعلى مو عن وعالي الله دانس ره ره ره. اقول لك خلي حذرك، اكو شيء ما يمشي الا بدك. شنو هو؟ المطي. لك لا هي مطي، احنا نمشي بدك انت. يلا على وا شو صار لنا 20 سنة قاعدين ما حد يقضمنا، انه حتى نبالتي خدرت من القعدة. هيك ويجي واحد يطقني بالحائط. الله ماما وين البسامير؟ لك هذا دعاءك اسرع من دعاء النبي. اقول لك احس راح ياخذك. لك لا ما اريد اروح. اخذني اخذني ان شاء الله تجي بيدك الضربة. لا لا الله يرحمه شان خوش بسمار. اشتهيت موز. اولا تف عليك ونشب، ثانيا اني موزة ليش عوجة؟ اني موزة ليش الله خلقني عوجة؟ انهم ماخذين فكرة على انه قشرة يزحلك. انا ما يقلقني غير هذا اللي يقول لك لا ما احب الموز الاخضر اريده مستوي. من استوت روحك اقعد اشهر يلا صار لك مستوي. انه بشيني عيني هالايام اكرب بالموز ونوتيلا بالموز وموز بالموز. انه بكل هذن السنوات يفتحون قشري من فوق، لازم يفتحون من جوا القشر. هسه يجيني واحد بالتعليقات نيتي راحت للمريخ اروح اجيبها واجي. يروح ورا نيتك، لا تجيني اصلا تفعليك.